يرفع مع المتصدقين. فبناخذ الشباب وحساباتهم والكاشات على الشاشه. لو سمحت لب قلبك في بيتين ان الامر هذا فعلا الصدقه يعني تطفي غضب الرب. بيض الله وجهك. يقول تغانم قطار العمر بالخير قبل يفوت. سلام. يا سلام. لاجل ما تندم لو حياتك تفارقها. ترى ما يتمنى الادمي لا خذاها الموت سوى صدقه يرجع لها ويتصدقها. يا سلام. يا سلام. هذا بالحديث انه نعم. تمنى انه يرجع عشان يتصدق بس. يا سلام. ترى ما يتمنى الادمي لا خذاها الموت سوى صدقه يرجع لها ويتصدقها. يا سلام. فاغتنموا الفرصه. ابشر. وش تقول لهم يا رايد في ذا الباب؟ اقول فعلا اقول اغتنموا. صح. وقد